الإخوة والأخوات أسعد الله نهاركم. اسمي ويليام ملوك مجاكداو، وظيفتي ضابط المشروع أي project officer، وأنا شغال في منظمة اسمه جنوبي ويندم، وهذه المنظمة تساعد شباب وشابات والأسر الأستراليين من أصل جنوب السودان. الموضوع في هذا اليوم هي إرشادات وقائية من حكومة ولاية فيكتوريا للوقاية أو الحماية من مرض كورونا. حكومة ولاية فيكتوريا أعلنت قوانين جديدة للسكان فيكتوريا والتي يتم تطبيقها اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 22 يوليو في تمام الساعة 11:59 مساء. وهذه القوانين أعلناها التالية: يجب على كل شخص عمره فوق 12 سنة أن يلبس الكمامة أو القناع، والكمامة شكله كهذه. تلبس هذه الكمامة عندما يغادر الشخص المنزل للقيام بالأنشطة المسموحة الأربعة الآتية: 1، الحكومة تسمح فقط أن تغادر الشخص المنزل إلى السوق لتشتري الأكل أو الطعام والضروريات الأخرى، ده نمرة 1. نمرة 2، يسمح للشخص أن يقابل الطبيب أو الدكتور إذا كان هو محتاج يشوف الدكتور. نمرة 3، مسموح للشخص أن يذهب إلى العمل، يمشي لمكان العمل أو المدرسة إذا كان هو ما قادر يشتغل أونلاين في البيت أو ما قادر يدرس أونلاين في البيت. بشرط النمرة 3، ودي الحاجة المسموحة، النشاط النمرة 3 المسموح. النشاط نمرة 4، فقط يسمح للشخص أن يغادر المنزل أو البيت لممارسة الرياضة قدام بيته أو البارك قدام بيته، وكمان يرتدي كمامة. وأثناء وجودك في السوق أو أثناء وجود الشخص في السوق، في المدرسة، في العمل، في مقابلة الدكتور، يجب على ذلك الشخص أن يرتدي الكمامة. وإذا وجدوك بدون ما تلبس كمامة، الحكومة هيغرمك أو حتغرمك بمبلغ قدره 200 دولار أسترالي. وكمان إذا كنت شاعر بوجع راس أو حمى أو عيان أو عندك نزلات بتاع البرد، عندك نزلة، عندك قوحة، يجب عليك عشان تقعد في البيت ما تمشي محل تاني. وإذا كنت طلعت من البيت، أمشي لمحل تكشف تاعت كورونا، وبعد ما يشيلوا منك العينة للكشف عن كورونا فيروس أو COVID-19، بعد ذلك تعال طوال وأقعد في بيتك، ما تطلع أي محل، أحجز نفسك في البيت وانتظر نتيجة.
اضرب للناس المدرسه اقول له انا ما جاي، انا مشيت للكشف بتاع الكورونا وانا منتظر نتيجه. اضرب للناس الشغل اقول له انا مشيت للكشف وانا في انتظار بتاع النتيجه. انتظر النتيجه في البيت، وبعد ما الدكاتره يكلموك بالنتيجه يوروك النتيجه. اذا كان النتيجه سلبيه يعني ما عندك، عافاك الله، ما عندك اي مرض بتاع كورونا او COVID-19، ده كويس. واذا كان وجد النتيجه لان اساس النتيجه ايجابيه، اي اساسا انت مصاب بالمرض بتاع الكورونا، حتى ولو انت ما شاعر به في نفسك، اقعد في البيت، عزل نفسك في البيت، حتى في داخل بيتك ذاته خليك في اوضه بتاعك، ما تتخالط مع الناس الموجودين في البيت. وكمان تقعد في البيت لمده 14 يوم ليلا ونهارا، انت قاعد في البيت في لمده 14 يوم. ومن خلال هذه المده اسمع نصائح من دكتورك او جي بي او طبيب بتاع الاسره، او النصائح اللي بيقولوا لك شخص من وزاره الصحه والخدمات الإنسانية اللي بيسموها Department of Health and Human Services، هيقدموا لك نصائح مفيدة لحياتك شخصيا، لحياة أفراد الأسرة بتاعك في البيت، وللمجتمع اللي حولك. إخوة الأخوات، الحكومة بتقول لنا غير هذه الأشياء الأربعة المذكورة، ينبغي يجب علينا أن نلتزم بيوتنا ولا نخرج منها، حفاظا على سلامتنا وعلى سلام مواطنينا الأستراليين، عشان ما يمسكهم المرض ده تاني. وأنا هقف معكم هنا، وربنا يبارككم. شكرا.